لما بترجع تتصل فينا. على فكرة اعتذرت عن هديك السهرة واعترفت انه كانت اعصابها تعبانة، ووعدت إلهام انها رح ترتاح بباريس وترجع مغيرة. إذا هونيك قابلت رجال أعمال وأساتذة جامعات يمكن ترجع خالصة. ها قليلي هالمنطق، قليلي اللي عملته فيها، فهي شو كنت لقيم؟ بشرفي بشرفي عملت جهدي تما أجرحها، جربت لقي خبرية تاني ما قدرت، سكر راسي وفلت لساني. أنت لو شفت عصام قديش كان مبسوط، كنت كأنك عم تحكي بلسانه. ايه بشرفي، الى مدي طويلة صديقة مع الهام، وكل ما التقينا كنا ننفر من بعضنا ويوصل الحديث لدرجة الخناق، وتتدخل دايما الهام لتحل المشكلة. مسكين الست نوال، لما بترجع ناوي ترجع تتلاقى فيها؟ طبعا بتمنى اتلاقى فيها، انا معجب بهالنوع من الجنس اللطيف. يا لطيف انت، بس هالمرة ما رح تصبر. مش مهم، المهم اتعرف على شخصية جديدة وعقلات صعبين. في ألذ من السعودي؟ مشان هيك لا راح تحب ولا راح تتجوز.